سي سعيد صديقي، مرحبا بك في نص نص. ميرسي بور انفيتاسيون. انا كيحصل لي الشرف باش نكون ضيف على هاد البرنامج، ولا سيما وانا وعدتك وفيت بوعد ديالي، ونتمنى من الله باش نكونوا خفاف على ظل المستمع الكريم. سي سعيد، بغيت نبدا معاك في البدايات ديالك. دونك انت قبل ما تكون لاعب ديال الرجاء بديتي في فرقي ديال الهوات، عاود لينا على لي ديبي ديالك. اكزاكتومون، لو ديبي ديالي كوم تو لي جوار ماروكا، انا تدحرجت في دار الشباب بالمسيك سي عثمان. كان المؤطر ديالي انا ذاك هو مولاي عبد الله رحمه، لاعب دولي سابق اللي كان في الاتحاد البيضاوي. حنا كنا واحد الفئه من اللاعبين، انا وشيبا والمنور الله يرحمه وبوبكري، كنلعبوا تحت اللواء ديال دار الشباب. وحقيقه انا باغي كنقرا على دوك الدروس، على دوك لي سيونس ديال لونترينمون اللي حقيقه استفدت منهم. سعيد صديقي كيضرب، هو دو ناتيرولي درواتي، ولكن كراسا مولاي عبد الله رحمه هو اللي علمني وانسيستا باش نبدا نضرب بالبيغوش. هذيك حكايه طويله، هذا هذيك هذا، ولكن الفضل كيرجع لمولاي عبد الله رحمه اللي هو اللي اتتني هو اللي اضطرني باش دخلت الفئات العمريه ديال فريق اتحاد سيدي عثمان، اللي ما طولتش فيه. لعب ديريكت مونكادي، لعبت فيه واحد نصف موسم، ومن بعد جا واحد المدرب مقتدر الله يرحمه سي دريس، كان كيشتغل في السلك ديال الامن الوطني، والمدرب مكناسي بالمناسبه، هو اللي طلعني من ليكيب بريمير، من لي كادير ليكيب بريمير. ومنين نقول لك ليكيب بريمير ديال تروازيوم ديفيزيون، هذاك لاعبين عمالقه، لاعبين كبار في السن وكبار في الكره وكبار هذا. كنت انا والفتى المدلل ديالهم اللي كنت كنلعب، راجل 17 انا كنلعب معاهم في ليكيب بريمير. اللي حقيقه هذوك المواسم ما عمرهم يتنساو ليا، لاخاطش انا كنت محمي من طرف هذوك الرجال اللي كنتكلم معاهم. رجاله، اللي كنقول لك رجاله بالمستاج ديالهم، بالمسؤوليه ديال الابناء ديالهم. وانا كنت ابين الطفل فريع الشباب. كنتي اونكادري اونكادري من ناحيه الكره، كان عندي لو دون عطاه لي الله سبحانه وتعالى. ولكن ملي كنكون لاعب نحيف ولاعب ضعيف البنيه، كيجي لادفيرسير كيحكر عليك. ولكن كنت محمي من طرف هذوك الناس، لا داك الاسماء ديالهم، كاين اللي باقي اللي مات الله يرحمه، كاين اللي باقي حي. الفضل اللي الشهره اللي وليت وصلت ليها سي كراسا لهم، لقاش هما حماوني واثروني احسن تاثير. من بعد لعبت في المنتخب ديال الشب ديال 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 التروازيام ديفيزيون ديال العصاب، لا كنت بارمي هذاك مالغري مون جوناج. وثانيا اول لاعب في المغرب اللي كيمشي ليكيب ناسيونال جونيور منتخب الوطني المغربي، انا ذاك كنأطرو السي العماري الله يرحمه. واخا قبل ليكيب ناسيونال كنتي مشيتي الراجا الاول؟ لا بالله، دابا انا كندويك على 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 الديبيو ديالي في قسم الوطني الشرفي. يعني باش نكون انا كنلعب تروزيام ديفيزيون وتعيط لي ليكيب ناسيونال، هذيك سابقه. انا اول لاعب كيمشي ليكيب ناسيونال جونيور، جونيور دي ديبي جونيور مع المنتخب الوطني، انا ذاك اللي كان كيأطرنا. شحال كان عندك في لاج ذاك سعد؟ 18 مشيت للجونيور، مشيت لعبنا مع غينيا في غينيا، ولعبنا مع غينيا هنا في بيرجيكو، ولعبت لك اسماء ديال رونق، ديال المعادي، ديال محروس، ديال سلا، ديال كمال الوداد، كان اللاعبين هذاك. وكنت انا عبد الاله المحمديه، وانا الوحيد اللي كنت من قسم الوطني الثالث. كيفي هذه كانت وقيله سابقه، وكنظن بانها سابقه وتبقى دائما سابقه. حسيت براسي باني هذا سي مون دومين، الفو كو انا دخلت ليه مالغري كو جي با يو مون باك، ما كملتش قرايتي، ولكن قلت بان انا خصني نمشي للكره غنجح فيها. علاش قلت لك في الاوف قبيله، بان اي واحد خصو يبني قبل هذه الحرفه، يقابلها اما هذاك باش يعطيها من قلبه. ولي بارون الوالد ما كانش عنده مانع انك تحبس القرايه وتكمل في الكره؟ لا، اللي بدا اول للحسره هو امي الله يرحمها، اللي كانت كتمزيراني باش ما نلعبش كره. مي ما ضاقتش فلوسي، ماتت 32 زون،
مات عندها 32 عام تسكن في خلفي صغيرة الله يحفظها 14 زون ولا 13 زون باقي ديك الساعة أنا ميني ولا باقي كنلعب عند مولاي عبد الله رحمه كما بديت معك في في البداية ديال البرنامج والله رحمه با كان فاناتيك ولد ديال السلطان وضرب سبانيون ورجاوي كيفي با كيجوا عندو الناس كيقولوا لي راه ولدك واري خصو هذا تخليه خليه وواحد الوقيته منين وصلت للنيفو باك ولا كتبان لي الكره ما بقاش كيبان لي ما قالك هذيك الساعه الكره كنت كتقرا مزيان بعدا في الكوليج ليسي انا قريت انا والدكتور بليوي قرينا انصام هو مشى للطب انا مشيت للكره وعاود تلاقينا ثاني في الموند دو فوت تلاقاكم ولا كان تلاقينا ثاني ولعبنا انصام في فرازا بمناسبه تحيه للدكتور بليوي كنظن بان كان عندي عندي في وانا والديا كيعرفوني بالله رحمهم جينيرال كان كيعرفني باني انا ملي كنبغي شي حاجه كنوصل لها كنوصل لها كنت تقدر دير حسن في لاكارير ديالك اكزاكتومون انا جايك لا انا جايك انا ما بغيتش نقز ليزيتاب وباش نقول لك بان لو ماتش اللي انا باش نمشي للرجاء هو جيتي شوازي باغمي لا فيدراسيون ترافاييست دو ماروك جات سباتاك موسكو سباتاك موسكو كانوا الرواسا كيجيو مناسبة ديال عيد المسيرة لعبت مقابلة ديال بيرجيكو مع سبارتاك موسكو داك الماتش ماشي عزلوني الوداد والرجاء نتعزل نلعب في لوروب هذيك المقابلة من تروزيام ديفيزيون لعبت سبارتاك موسكو نمشي نلعب في لوروب انا وهيدامو هيدامو ديال الجيش الملكي ولد ليطوال ولد العنق تحية لسي عبد الله في المنبر ديالكم درنا مقابلة ديال ما قال لك انا ما تنعرفش شكون هو الوزير الاول ديال المغرب هو كان حضور ديالو في الملعب مأتين هو لي ديرجون ديال الرجاء لي ديرجون ديال الرجاء ديك الساعه كلهم السيجارات كلهم السلاهم كان ديك الساعه في ان بو غري كان كلشي في الاخر سالينا ماتش ما داكشي درنا سبارتاك ما نعاودوش لك قسم عاودوا لك الناس اللي تفرجوا فيه جيتي تا كنت ساليتو الماتش سالي ربحناهم ماشي 3-1 داكشي في مستوى العالي دخل عليا الفيستيار ديال بيرجيو قدموا لي استاذ المطيب عبيد وزير الاول وزير العدل استاذ انا ديك الساعه انا داك تنقول استاذ هو معلم والاستاذ في لافاك والاستاذ هذا ما كنعرفش محامي كيقول لي استاذ انا باقي صغير قال لي عرفتي استاذ قلت لي ما عرفتوش او قال لي ما عرفتش استاذ قلت لي ما عرفتش استاذ انا جوب انا كنعرف الكره كنعرف الكره نعرف والديا والكره ما تعرف حتى واحد صحابي ويقول لي هذا الوزير الاول وزير العدل وهذا هذا مسكين الله يرحمه بو علام كرون ديريجون دو راجا البيرو كبير السي عبد القادر السلام عليكم السي الشرقاوي الكاتب العام هذا اللي قدم لك استاذ السناني انا ذاك وزير الشباب والرياضه باقي ما ولاش كان كاتب العام في الرجاء الباهي مجيد هو تريزوري بو علام الله يرحمه والبريزيدون نعاش الله يرحمه السي سعيد مرحبا بك تلعب معنا في الرجاء وهذا يا مرحبا وانا نقول للسي عبد القادر علاش ما بغيتش تعطيني ورق الوداد قال لي حنا كنهربوا كلنا رجاء قلت لي شوف انا دابا ما كنفكر لا في رجاء لا في وداد كنفكر في لاكارير ديالي انا بغيت نلعب بغيت تقدارنا وخوتي جي كات انفون في اوفلان دو مير انا بغيت عندي اخت وحده وعندي اربعه الخوت ثلاثه الخوت وانا هو الرابع بغينا باش او موان ندير لهم فين يسكنوا ولا تيوريا فاش بديت نيغوسي بريمسير قال لي زعما راه هادشي طلبتي راه بزاف قلت لهم راه انا اللعب وقيلا ما شكون كنتي طلبت الداعي ديك باش من هذا قلت لهم واحد الخويته شحال كيشد ظلمي وين قزو قالوا لي او انت مشيتي لظلمي ديريكت قلت لهم انا عارف راسي اش كنسوى حيت انا وقيلا نلعب ماتش ونمشي للمنتخب ويلا ما مشيتش للمنتخب راه في عامي غنخرج نلعب برا دابا انا كنت انا ماشي تيق في راسي انا كنت تيق في راسي لواحد الدرجه اللي بتواضع 100% بغيت نسولك انا على لا بيريود لي دوسي في الرجاء لعبتي مع لو غران عبد المجيد الظلمي هضر لينا شويه على عبد المجيد الظلمي باسكو الله يرحمه ما كانش عنده دي سورتي ميدياتيك بزاف ما كانش كيبغي يهضر كنعرفو ما كنعرفوش بزاف على حياته على لو كاركتير ديالو على كيفاش كان في لي فيستير داكشي اللي ما كناش كنشوفو ابار بيان سور داكشي اللي كيطرا في التيران عاود لينا انت عليه انت اللي لعبتي معاه وعاشرتيه وكان صاحبك اولا الله يرحمه ويوسع عليه ظلمي النكته ظلمي ديال الضحك ظلمي ديال ما يهضرش في الناس ظلمي ديال حبوب ظلمي ديال اللي حنين اللي واسيك
انا جو غابلي في المود ديال با الله يرحمه من البحر، سبع بنات من البحر طلع الغفران ديريكت هما جا هو وهي الله يرحمه عبد الرحيم كيف ما يتاخرش باش يدير هو الصواب. كورتو ما نهضروش عليها، كورتو ما كتناقش مع اللي لقبوا ميسترو اسم على مسمى، حنون حنين فيه كل شيء، فيه طبع ديال ما فيش الخضر ما فيش النميمه، تكون تهضر تيقول لك مثلا هو انبركو باش نضحكوا، حنا كنا هو من كيموت على البحر كيف الترازيام طو، حنا كنا كنمشيو للبحر، حنا كنا واحد الصحاب انا ودول ميلا رحمه هي الله رحمه وعبد الرحيم واحد الدري طريق بنجديه، لا بلو بالي طو حنا في البحر، ضعت خويا ولكن الله يرحمه ويوسع عليه ظلمي يبقى دائما في اذهان جميع المغاربه ماشي على جوينا. اول مره يوسف يتبرشيت في لا بريميير ديفيزيون غراس سعيد الصديقي اولا وسيتي ان اوبجيكتيف سيني مع لي ديريكتور بيان سور لو دير كيف بديت لك في الديبي ديال مون كاريير كوم فوتبالور بديت لك كومونسمون تاع كاريير ديال لونترينور ديال اونكادرور جو دي بيان اونكادرور غراس محمد فخير سي لوي كيما في اونتري واحد خويا كنت مشيت للامريكان عشت فيها عام وجيت ومحمد ملي كنجي كنشاد لي سبور ديال الرجاء كنت معاه كنت في عمر الجوان ديالو هو كيعطيني الموبسير كيعطيني لا سيونس يقول لي ديرها كان عمر الجاري كان باصير كانوا علماء كيلعبوا هذا محمد كنظن بان لي زوبجيكتيف كانوا متقاسمين هي 91 سنه ما طلعتش برشيد هي طلعت بدينا لا ميم شوز هذا العام شنو لي زوبجيكتيف ديال هذا العام؟ لا لي زوبجيكتيف ما نقولوش بان حنا اون فيت شامبيون ولا نلعبوا كوب دافريك ولا نلعبوا باش ناخذوا شي مركز باش يخولنا نلعبوا في شي بطوله عربيه ولا افريقيه ولكن حنا دي مونك حنا ضيف على البطوله الاحترافيه خصنا ما نديروش داك الاخطاء اللي داروا قبل اللي داروا الفراخي قبل كنظن بان بويدي متفائل مستقبل الفريق كنقاسموا انا وياه هاد لو ديفي تا هو وصلنا من ديفي تا هو ما يبغيش يدير لاسانسور لاقاش تقيد عندنا حنا دي مونك تقيدت عندنا بان طلعنا الفريق ما خصناش نهبطوا في هذا الوقت نحاولوا نعمروا ونتمنوا من الله باش يكون التوفيق من الحليف ديالنا ان شاء الله. انا جو سويت بون شونس هذا العام ان شاء الله. ميرسي بوكو سي ستيقي دافواغ اكسبتي لانفيتاسيون. سا مي في بليزير. شكرا بزاف سي ستيقي. عفوا انت بارك الله فيك ميرسي.